اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس. النهارده معايا بنتين جمال جدا، وبنتين حريفه جدا، وبنتين شاطرين جدا في الكوره ودراستهم وفي كل حاجه بيعملوها، وانا سعيد جدا ان هم موجودين معايا. بيشرفني ان اكون معايا ندى خالد. صح ندى؟ صح صح ندى. ندى خالد وهنا خالد. يعني هم انتوا الاثنين اسمكم شبه بعض بالظبط، مش اخوات انتوا طبعا. لا ندى انت في مدرسه ايه؟ نرمين اسماعيل. نرمين اسماعيل. ناي اس مع علي. يعني لا تعرفي علي؟ اعرف. صايع علي. ها لا مش صايع. وانت في مدرسه ايه؟ ألسن. نالسون. انت من هنا، انت في الشروق، وانت في 6 اكتوبر. لكن انتوا الاثنين اصحاب وبتلعبوا مع بعض في المنتخب، صح؟ احكوا لي بقى الماتش اللي فات عملتوا ايه؟ عملنا ماتش حلو يعني. عملتوا ايه؟ انا اتفرجت على الماتش على فكره، اتفرجت على شوط تاني يعني بصراحه. عملتوا ايه؟ شايفه ان لا، الشوط الاول كان احلى من التاني. والله النتيجه طلعت ايه بقى؟ في اول ماتش 3-1 لينا، وفي تاني ماتش 3-2 2 ليهم. لان بس الماتش التاني كان فيه غيابات كتيره جدا، صح؟ كان عند في بنات جالها كورونا وبنات اتعورت، حسيته بنقص كبير في الماتش التاني، كان فيه فرق كبير اكيد يعني. بس برضو كنا لازم نكمل ولازم نلعب لهم في الماتش، لازم نكسب لهم. قولوا لي بقى، كابتن احمد وكابتنة عزة بدأوا معاكم ازاي؟ بدأتوا من كام يوم بالتحضير بدأنا يعني؟ من شهرين تقريبا، وبدأنا ان هم يعلمونا ان احنا نلعب على الارض ونبدأ من الهجمة من تحت وما نطوحش الكورة وكده يعني. نبقى بدل ما كل الفرق اللي في مصر معروف ان هم دايما لما بيجوا يبدأوا الهجمة او كده، بيلعبوا اللي كرة هو دايما طويلة. بيلعبوا الكرة الطويلة ومحدش بيحاول يبدأ من تحت ويبني الهجمة. بس فهم حاولوا بقى يوصلوا لنا الفكرة ان هو لا، احنا ينفع نبني الهجمة زي اي فرقة بتاعت ولاد، ونوصل الكرة من تحت من غير ما نشوط، ما ندي شلوت ولا اي حاجة. انت بتلعبي ايه يا ندى؟ بلعب في نص الملعب مدافع. نمرة 6 يعني. مين تقولي في الولاد او الرجالة تقولي ده هو ده اللي انا بلعب زيه مثلا؟ طارق حامد مثلا؟ يعني انت بتضربي زي طارق؟ بجد قولي لي مين اللي انت بتشوفيه في الولاد تشوفي ان انت تلعبي زيه؟ هو طبعا انا بح يعني احب طبعا اقول ان انا بلعب زي طارق حامد، بس طبعا ما بخبطش وكده. هو طارق برضو ما بيضربش على فكره، هو بيلعب جامد. وعلى فكره المركز ده لازم يبقى لعيب اجريسيف يعني، ما اللعيبه قليله جدا اللي جت اللي بتلعب في المركز دي اللي هي مش اجريسيف. بيرلو مثلا، وبيرلو اصلا ما كانش ده مركزه. عارف بيرلو؟ بيرلو اصلا كان بيلعب يعني بلاي ميكر رقم 10، وبعد كده رجع لعب نمره 6. انما لو شفتي كل اللعيبه اللي بتلعب نمره 6 دايما كلهم، حتى زمان كان ماكاليلي، جاتوزو، دلوقتي كاسيميرو في ريال مدريد، في شويه ناس يعني كورتهم كويسه، لكن كلهم لازم يكونوا بيضربوا. فلازم تتعلمي تضربي يعني. انت لو جه كوره مثلا 50-50 ما بينك وما بين بنت تانية، تخش جامد ولا تخافي؟ لا طبعا لازم اخش جامد عشان اخد ايوه الكوره. شفتي لازم، لان الحته دي انت السكرين اللي بتعمل الحته دي. نقعد نتكلم في الكوره كتير كتير. هنا بتلعبي ايه؟ لسه ملعب برضه. برضه 6؟ يعني انتوا الاثنين ندى خالد وهنا خالد، وانتوا الاثنين بتلعبوا 6؟ مين بيلعب فيكم اساسي طيب؟ لا بس انا في المنتخب بلعب سنتر باك. بتلعبي ورا يعني؟ بتعرفي تلعبي كوره بدماغك كويس؟ الصراحه لا. لا؟ ايوه بس هتتعلمي. طيب عايز اقول لكم حاجه. قولي لي بعد الماتش ما خلص وكنتوا كسبانين، وابتدى يبقى فيه بوستس وكومنتس يعني مش كويسه، حاجات نيجاتيف، اكيد الحاجات دي ضايقتكم صح؟ اكيد. احنا طالعين من الماتش فرحانين ان احنا كسبنا، بنلاقي كل الحاجات النيجاتيف دي اكيد هتأثر علينا. بس برضو طلع منها حاجات كويسه كتيره، وفي ناس بدات تهتم قوي بالكره النسائيه، وفي ناس بدات بجد تشجعنا وتقف جنبنا، وده شجعنا اكتر وخلانا ان احنا عايزين نلعب الماتش اللي جاي اجمد، عشان نثبت لهم ان احنا موجودين وان احنا عايزين نعمل حاجه. قولي لي ايه اللي طلعته من الماتش؟ لقيتي ايه؟ كومنتس مكتوبه وفيديوز معموله وحاجات تريقه طبعا زي ما هنا قالت، احنا كنا طالعين فرحانين ان احنا اول مره نلعب وان احنا كسبنا لاول مره. بس اكيد طبعا اتضايقنا، بس كنا عايزين ان احنا نلعب تاني، نلعب ونبقى كويسين عشان نثبت لهم ان هم لا، انتوا غلط، وان احنا بنعرف نلعب وبنعرف نلعب كويس كمان وهنكسب. بس على فكره عايز اقول لكم حاجه. الموضوع بتاع الـ بتاع الـ
اللي هم يعني دلوقتي ما بيقولوا عليه تنمر، مش عارف يعني ايه تنمر بالعربي يعني، بس اللي هم الولاد والشباب اللي هم بيكتبوا الكلام ده وبيعملوا الفيديوز ده، ما اعرفش انتوا اتفرجتوا عليه في اول حلقه ولا لا، بس صدقوني هم فاشلين بجد والله. يعني لو شفتيهم في اي حاجه في حياتهم هتلاقيهم فاشلين، هم بيطلعوا العقد بتاعتهم دول على اي حاجه كويسه هم شايفينها. هم مش متعودين ان يشوفوا بنت عندها حريه ان هي تلعب الرياضه اللي هي بتحبها، وان هي تنجح ويبقى عندها طموح، وان هي تحاول ان هي لو جالها فرصه ان هي تسافر وتشتغل، وان هي ما عندهمش الفكر ده. وهم عايز اقول لكم حاجه، كل ما بيشوفوا الست قويه وكل ما بيشوفوا البنت عندها طموح ان هي تنجح وبتاع، كل ده ما بيقتلهم نفسيا. لان يعني هم كلهم للاسف اتربوا في بيوت وتربوا بطريقه ان دايما البنت لازم تبقى مكسوره، دايما البنت لازم يبقى عندها حته كسره. وعشان نقدر نغير الكلام ده ونغير الفكر بتاعهم ده، لازم انتوا تبقوا انتوا مصدر القوه بتاعتنا، انتوا تبقوا اكتر قوه ان انتوا اللي تواجهوا الكلام ده، ان انتوا ما تقولوش ابدا. يعني انا مبسوط قوي ان انتوا الكلام اللي انتوا بتقولوه، ان احنا كنا زعلانين بس كنا عايزين نثبت للولاد دول، الولاد دول والعيال دول، هنقول عيال مش ولاد، ان هم ان احنا نعرف نلعب وان احنا نبقى كويسين. فكل واحد يقول لك كلمه تحاول تهدك في الكوره بقى، في على فكره الكلام ده هيقابلكم في الدراسه، هيقابلكم بعد كده لما تيجي تشتغلي، هيقابلكم. هتلاقي مثلا ممكن واحد بوس بتاعك او رئيس بتاعك بيحاول ان هو يخليكي مهما تعملي ان هو يخليكي تحسي ان انت ما عملتيش حاجه. لازم اي واحد يقابلكم بالشكل ده لازم ما تسكتوش على حقكم ابدا. وده خدوه، انا ما عنديش بنات يعني، او كنت اتمنى ان انا اخلف بنت او يلا نخلف بنت لكن انا عندي، عندي الحمد لله ثلاث ولاد، لكن عندي بنات اخويا وعندي بنت اختي. ودايما بقول لهم النصيحه، ما تخلوش ابدا حد يجي ياخد حقكم، ولازم تفهموا ان انتوا اقوياء وان انتوا ليكوا حقوق لازم دايما ان انتوا تحافظوا عليها، وان انتوا ما تستهونوش في حقكم ابدا. بالعكس، الولد ممكن لو استهون في حقه في حاجه ماشي، ممكن برضه غلط، لكن البنت لا، 10 مرات ما تستهونش في حقهم لغايه ما الفكر بتاع المجتمع ده يتعدل، وبتكاتفنا مع بعض ان احنا نقدر ان احنا نعدل الفكر ده. عندك حلم ان انت تسافري تلعبي بره؟ يعني لو جالك اوبورتيونيتي او جالك فرصه مثلا زي ساره عصام مثلا، ان انت مثلا تاخدي سكولرشيب او تاخدي منحه دراسيه وفي نفس الوقت تقدري تلعبي في اي بلد في اوروبا، تسافري ولا تخافي تقولي ان انا لا عايز اقعد مع بابا وماما، افضل قاعده معاهم اطول فتره ممكنه؟ لا طبعا لو جالي اوبورتيونيتي ان انا العب بره او احترف بره مش هخاف طبعا، عشان انا ده حلمي ان انا اطلع واحترف بره وابقى حاجه كبيره، امثل بلدي ويعني العب كويس. يعني ممكن تركبي طياره كده بكره يجي لك فرصه تروحي راكبه طياره وتقول لهم باي باي وامشي، بابا وماما هيزعلوا على فكره. ها؟ هيزعلوا ولا انت حاسه ان هم ممكن ان هم يعني هيشجعوا الموضوع ده ويقول لك عادي سافري؟ لا هم يعني اكيد هيزعلوا ان انا هسيبهم، بس يعني اكيد هيبقوا هيسبورت مي ان انا يعني اسافر، وهيبقوا فرحانين ان انا بحقق حلمي واحقق الحاجه اللي انا عايزه اعملها. هنا تسافري لو جالك فرصه ان انت تسافري وان انت تدرسي بره وان انت تلعبي كوره بره، ولا هتخافي؟ لا اسافر. بجد؟ بس كان انا اخاف. ها؟ اكيد بيخوف، بس يعني بعد كل اللي احنا عملناه ده واحنا بنلعب نسي ان انا اروح بره واثبت للبنات ان هم ممكن يعملوا كده برضو. وبجد تكون حاجه نفسي اعملها قوي. على فكره انا ولد، ولما سافرت وانا صغير، انتوا عارفين انا سافرت عندي كام سنه؟ انا سافرت 16. انا سافرت، انا رحت بلجيكا وانا عندي 16 سنه، 16 ونص مثلا. وكنت وانا مسافر كنت خايف جدا، يعني كنت اول مره اسافر لوحدي. طول عمري وانا صغير بسافر مع المدرسه، سافرنا حتت كتيره جدا مع المدرسه. سافرنا المانيا وسافرنا اسبانيا وسافرنا السويد وسافرنا حتت كتيره جدا، بسافر بس اول مره بقى اسافر لوحدي. بس الحته بتاعت ان انا مش عايز انجح، وان انا مش عايز ارجع وانا فاشل، وان انا عايز ان ابويا وامي واصحابي يبقوا فخورين بيا، دي احلى حاجه في الدنيا.
احلى حاجه في الدنيا ان انتوا تحس ان الناس اللي انتوا اللي وقفوا جنبكم وانتوا صغيرين واللي ساعدوكوا ومامتك بتوديك المدرسه كل يوم وباباكي بيوديك التمرين والناس بتتعب معاكوا ان انتوا يعني they are proud of you ان هم فخورين بيكوا ان انتوا اللي انتوا بتعملوه دي احسن مسج واحسن حاجه ممكن ان انتوا تعملوها. تاني مهم جدا في وجودكم معايا ورساله لكل البنات ان لازم دايما اي كلمه سلبيه تتقال لكم لازم ده تواجهوها بان انتوا تنجحوا اكتر وان انتوا تبقوا مور سكسسفل وان انتوا تبقوا في اي مجال انتوا موجودين فيه لان الزمن بتاع ان الست والبنت تبقى فرصها اقل من اي ولد او من اي راجل دي 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 مش موجوده. بتحبوا سارة عصام؟ هي ايدول بالنسبه لكم يعني مثل اعلى؟ ايوه اكيد. ها سارة مساء الخير. مساء النور يا كابتن ميدو. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله، شرف ليا اني بكلمك والله دلوقتي. لا وانا شرف ليا انا كمان. انت موجوده فين، في انجلترا ولا فين؟ انا في انجلترا دلوقتي عندي في البيت. فين، في ستوك؟ لا في برمنغهام. في الميدلاند. صعب العيش في ستوك شويه. ما بيقول لك دايما لو تقدر تلعب كره يوم الثلاث بالليل في ستوك في الشتاء يبقى تقدر تلعب كره في اي حته، صح؟ صح، هي الدنيا برد جدا. الدنيا برد جدا. انت قاعده في برمنغهام في الميدلاندز؟ ويست ميدلاندز. سارة تابعتي ازاي اول حاجة الحملة اللي كان فيها تنمر على البنات وعلى منتخب الكرة النسائية وعلى بناتنا، تابعتيها ازاي؟ ازاي يعني هاو يو فولوينج اب باللي بيحصل؟ طبعا لما لقيت السوشيال ميديا كلها بتتكلم بشكل وحش على المنتخب تحت ال20 بعد ما كسبوا واحنا بقالنا كتير قوي ما بنكسبش ماتشات دولية ودية، اكيد اتضايقت. واكتر حاجه حطيتها في دماغي ان يا ريت ده ما ياثرش على البنات عشان هم سنهم صغير وما عندهمش خبره برده كافيه، مش متعودين على انتقادات من الجماهير او ان حد يبص يتفرج علينا على ماتش يقيمنا او ينتقد. فده اللي كنت خايفه منه في الاول، قلت يا ريت البنات ما تسمعش وتبقى اقويه وبنات جدعه وشاطره. وفعلا ده اللي هم عملوه في تاني ماتش، حسيت ان هم بيحبوا بعض، حسيت ان هم عايزين يثبتوا العكس ودي حاجه كويسه قوي، ما كانواش خايفين، ما تهزوش من انتقادات السوشيال ميديا. وبرده انا شايفه ان الموضوع حلو من ناحيه تانية، ان دلوقتي لقينا قد ايه ناس كتير قوي فارق معاها الكره النسائيه. زيك يا كابتن ميدو طبعا، واعلاميين كتير وممثلين ولاعيبه كوره، احنا كنا نفسنا في السبوت لايت دي من زمان، ان يكون اتليست الناس عارفه ان في كره نسائيه. عشان كتير قوي بلاقي ناس بتقول لي ايه ده، احنا ما عندناش دوري، احنا ما عندناش منتخب. فده كانت حاجه يعني بتضايق، فكويس ان احنا دلوقتي اتليست الناس عرفت ان في كره نسائيه وان في ناس بتسبورت. وتالت حاجه كويس برضو ان البنات تتعود، ان احنا عامه كمنتخب نتعود على ضغوط اللي هي الانتقادات، عشان زي ما احنا شايفين حتى المنتخب الولاد نفس الكلام، لما بيلعبوا وحش بيكون في انتقادات، ده ما ياثرش عليهم، لما بيلعبوا كويس بيكون في سبورت. فاحنا لو احنا فعلا عايزين الناس تعرف ان في كره نسائيه لازم نستحمل الحاجات دي كلها، نتعامل معاها بشكل احترافي وما ياثرش فينا يعني. سارة انت لعبتي شويه في مصر، يعني انا لعبتي هنا طبعا في وادي دجله، انت بطله الدوري المصري ثلاث مرات وبطل كاس مصر مرتين. سارة اول لاعيبه مصريه وعربيه تشارك في الدوري الانجليزي للسيدات، شاركت دوليا بقميص المنتخب المصري اول مره وهي عندها 16 سنه، ولعبت 21 مباراه دوليه في عامي 2015 و2016 قبل تجميد النشاط النسائي. النشاط الكره النسائيه اتجمد ليه يا ساره؟ ليه اتجمد؟ يعني الوقت اللي بتعمله. اول حاجه احنا كنا يعني ساعد دكتور سحر الهواري لما كانت المسؤوله، كنا بنعمل منتخبات عادي جدا، و2016 صعدنا أمم أفريقيا لتاني مرة في التاريخ، أول مرة كانت سنة 98 لتاني مرة في التاريخ، أوكي؟ فيرست تيم. فهو إنجاز، وكان في 2016. وفي نفس الوقت قبليها أنا كنت بشارك في تحت ال 17، منتخب تحت ال 17، ولعبنا في تصفيات كأس عالم بس ما حصلش نصيب للأسف.
وبعد صعودنا البطولة أنا طبعا تم استبعادي قبل البطولة بيوم لأسباب غير فنية. المهم طبعا ربنا بيكرم أي حد مخلص ومجتهد وبيشتغل على نفسه. فبعد اللي حصل في البطولة للأسف النشاط اتجمد، ودلوقتي من 2016 ما لعبناش ولا ماتش دولي ودي مع فيرست تيم، which is very bad. يعني منظرنا قدام العالم كله ان هو بيطور من الكرة النسائية طبعا حاجة مش دي مكانة مصر. يعني لو بصينا لمنتخب الولاد احنا حتى مش قريبين منهم. فأنا دلوقتي شايفة ان بعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ما قال ان لازم يكون في منتخب كرة قدم نسائي، مستحيل حد يجمد النشاط. انا ده من رأيي، يعني ما اظنش ان حد مش هيسمع كلام الرئيس. يعني دي كلمة، ده امر هو قال فين منتخب كرة قدم النسائي. فدي حاجة بصراحة طمنتني كويس جدا. طبعا والدعم الدكتور اشرف صبحي، السبورت اللي بيديها للكرة النسائية، كل ده بيديني امل او على الاقل بيخليني مرتاحة شوية ان اوكي يعني it's in good hands، او اوكي هيعملوا منتخب هيهتموا اكتر. ف طبعا كارثه ان احنا النشاط اتجمد من 2016 عشان في جيل، يعني في اجيال قبليه، في اللي بطلت، في اللي احبطت، في اللي طبعا زعلان عشان كانت عايزه تمثل المنتخب اكتر من كده. انا الجيل بتاعي 99 وكنا متجمعين كويس جدا في اندر 17، لو كملنا كنا عملنا حاجه كويسه قوي، بس للاسف لغوا كل حاجه. ما اعرفش ايه الاسباب قوي بصراحه، سمعت حاجات كتير مختلفه عن بعض في الاداره، حاجات كتير انا ما اعرفش. بس اهم حاجه ان دلوقتي رجعوا بالاندر 20، حاجه كويسه قوي. بس برضو لازم يكون طبعا في اولويه للفيرست تيم، وان شاء الله في اقرب وقت ممكن نرجع للتصنيف تاني. سارة، انت لعبتي في مصر ولعبتي في انجلترا، بتلعبي في اعلى مستوى موجود في انجلترا، ايه الفرق اللي تقدري؟ انا لعبت في وادي دجله. ما انا عارف لعبت في مصر، ما انا عارف وادي دجله. انا عايز اعرف منك ايه الفرق بين الكره هنا والكره في انجلترا بالنسبه للبنات. مبدئيا كده في دعم من الناس كلها، يعني الموضوع مش غريب قوي لما تلاقي انت تقول بنت بتلعب كوره، بالعكس الناس بتستغرب وبتبقى فخوره قوي. ايه ده، يعني حاجه كويسه قوي بنت بتلعب كوره بيسبورت يو. الامكانيات طبعا الفاسيلتيز طبعا يا كابتن ميدو انت اكتر واحد عارف انجلترا بيهتموا جدا بالحاجات دي. الاتحاد طبعا منظم كل حاجه للكره النسائيه، بحس ان اللعيبه ما تكونش شايله هم، يعني ان احنا ما نقعدش في مصر نكلم بعض ايه ده المنتخب امتى، ايه ده مش عارف عايزين يجمدوا نشاط مش عارف، يعني الكلام ده كله برده بيحبط اللعيب طبعا. يعني فهناك احلى حاجه ان كل حد ليه دعوه بحتته، يعني اللي بيشتغل في حاجه ملوش دعوه غير بيها، محدش غيره بيتدخل فيها. كل حد بيعمل حتته، في احترافيه بشكل اكبر طبعا، واللعيبه المنافسه اقوى بكتير من مصر. ويعني طبعا هم متطورين في الكره النسائيه عننا، بس انا متفائله ان شاء الله الفتره الجايه هتكون كويسه في الكره النسائيه في مصر، علشان في بطوله افريقيا تشامبيونز ليج هيتعمل، ودي حاجه كويسه قوي ان البنات تلعب في افريقيا. وزي ما انا قلت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالكره النسائيه، ودي حاجه كبيره قوي، واني ام اوبتيمستيك ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن. ساره، قبل ما نطلع هوا على طول بشويه، النهارده اتخذ قرار بتغيير او اقاله الجهاز الفني بقياده الكابتن احمد رمضان، كان رايك ايه في القرار ده؟ انا طبعا لسه ما حصلليش الشرف ان انا اتمرن مع الجهاز الجديد، هما لسه دلوقتي مركزين على الاندر 20. انا بصراحه يعني انا ما عنديش رد، اكيد في سبب انا ما اعرفوش، اكيد في هدف معين في دماغ اللجنه الثلاثيه انا ما اعرفش ايه هو، برضو اتمنى ان هما يوضحوا، علشان انا شايفه ان البنات الاندر 20 متعلقين قوي بالجهاز، ودي برضو بيدينا علامة ان اكيد يعني كان في حاجة كويسة شغالة. فاكيد لازم يبقى في سبب لده، يعني اي حاجة بيكون ليها سبب، فعايزين نعرف كلنا كمان عشان البنات ما تحبطش وتكمل. والبنات برضو اللي هم اللي اكبر مني والجيل القبلية والجيل بتاعي يكون برضو عنده امل،
وبلاش بجد نستسلم، بلاش الناس تقعد تقول خلاص مفيش امل، عشان الكلمه دي محبطه جدا للبنات اللي لسه بتطلع، وليا وللي قبليه كمان اللي هم قربوا يبطلوا او نفسهم يعملوا حاجه في الكره النسائيه. فلازم ان شاء الله كلنا نبقى ايد واحده البنات، احنا عايزين الكره تكمل، عايزين لها الاحسن. لازم لما نلاقي حاجه مش كويسه بتحصل نتكلم فيها، ما نخافش، يعني احنا دي مصلحتنا، ما حدش هيخاف على الكره النسائيه اكتر مننا احنا كلعيبه، ان احنا عايزين نطور منها، واداريين ومدربين ومدربات وجيل قبليه كامل تعب بقاله سنين. ساره بيسالوكي في ستوك او بيسالوكي في انجلترا، انت ليه ما بتروحيش؟ ما فيش ماتشات لمنتخب مصر الفريق الاول؟ كابتن ميدو حاجه يعني صعبه والله، بيسالوني كتير وكذا مره اقول لهم في منتخب، وفعلا بسمع ان في منتخب وهنشارك، الكلام ده على مدار 4 سنين يقولوا لي، يعني بتواصل معاهم بقول لهم كذا كذا، طبعا هم فاكس يعني ما فيش كلام بالبق كده، فيقولوا لي كويس، بعد كده ارجع اقول لهم لا اصل حصل حاجه، لا اصل لغوا، اصل غيروا الديت. الموضوع طبعا بيخلي بكون محطوطه في موقف مش لطيف، بالذات ان انا بحاول اقنعهم على قد ما اقدر ان احنا في الرياضه كويسين جدا، وطبعا هم شايفين محمد صلاح وشايفين تريزيجيه، شايفين لعيبه كتير قوي، وحتى ناس في سبورتس تانيه بيمثلوا مصر بشكل كويس، فانا ببقى نفسي اوريهم ان احنا بروفيشنال في الومنز فوتبول، وان احنا بنحاول ان احنا نطور منه. ساره بيقولوا عليكي في انجلترا ذا ايجيبشن كوين، زي ما محمد صلاح ذا ايجيبشن كينج. انت ازاي متاثره بوجود محمد صلاح بالذات في البريمير ليج والدوري الانجليزي؟ انا في الاول كان طبعا الحظ كان انا وهو ماضينا كنا موجودين في انجلترا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت اللي كان صلاح بيتالق فيه وكانوا بيطلعوا له اغنيه ايجيبشن كينج، كنت انا موجوده، وصلاح بدا يتعرف اكتر، الناس كلها بقت تعرفه في انجلترا، اشتهر جدا عن اول ما جه، فكانوا في التمرين يهزروا معايا، يغنوا لي الاغنيه، في الجامعه نفس الكلام، فبصراحه كان بتبقى احساس حلو قوي، عشان هو مش هتكلم عليه يعني، ما شاء الله عامل كويس جدا يعني. ساره انت واخده سكولرشيب، انت في الجامعه في برمنغهام؟ لا انا في جامعه ديربي، بس انا ما خدتش سكولرشيب غير اول السنه دي. انا قبليها كنت في تحدي كبير قوي ما بين حاجات كتير قوي، بحاول ان انا ايرن السكولرشيب دي، علشان زي ما انت تعرف يا كابتن ميدو صعب قوي السكولرشيبس في انجلترا غير امريكا تماما. ايوه ازاي بتقرن، ازاي بتحاولي يعني، لازم توصلي الليفل المعين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكوره عشان تاخدي سكولرشيب او منحه دراسيه، ولا لازم حاجات كتيرة. لازم ايه؟ قولي لي عشان البنات المهم ان هم يسمعوا. اتفضل. لا انا المهم ان انت توضحي ازاي ان انت بتحصلي على او اجتهدتي عشان تحصلي على منحه دراسيه، علشان البنات تعرف، كلهم اللي بيتفرجوا علينا لو حد او اي من اولياء الامور عايزين يعرفوا ازاي ساره وصلت ان هي لمرحله ان هي بقى عندها منحه دراسيه، ازاي ان هم ينتهجوا نفس الطريق او ياخدوا نفس الطريق. اوكي. مبدئيا هو الموضوع صعب جدا، انا اخدت ريسكس كتيره قوي، كنت بشتغل على نفسي بطريقه مش طبيعيه علشان ارن السكولرشيب دي. انا في الاول هم قالوا لي هناك ان لازم تعملي، يعني البلد كلها عندنا بتلعب كره نسائيه، فيعني انت ايه المختلف؟ ما سمعناش عن منتخب مصر قبل كده للاسف، يعني ما سمعناش عن الدوري قوي عندك في مصر، اوكي يعني ورينا تقدري تعملي ايه. فطبعا هم كانوا شايفين ان انا بلعب في ستوك، وكانوا متابعيني بشكل كبير، كانوا عايزيني اشارك معاهم في ماتشات معينه كده في الدوري في الجامعه، طبعا البوكس ليج ده اكبر دوري معروف في انجلترا في الجامعات، فاثبتت نفسي، صعدتهم الدوري الحمد لله، كنت الهدافه سنتين ورا بعض، خدت جول اوف ذا سيزون، وفي نفس الوقت اي واز دوينج ريلي ويل مع ستوك الحمد لله، خدوا ريفرنس طبعا من ستوك الكوتشز بتوعي، وقرروا ان هم الاول مره الجامعه غيرت الرول ان احنا اوكي هندي سكولرشيب للوومنز فوتبول، عشان هم اصلا ما كانوش بيدوا سكولرشيب، ما كانش فيه الاوبشن ده اصلا للوومنز فوتبول. فانا انبسطت ان هم غيروا رايهم، عملوا حاجه جديده، والبنت عربيه كمان مصريه، فده كان شرف كبير قوي ليا، وتحدي انا كسبته بيني وبين نفسي، عشان انا كنت شايفه ان انا يعني استحقها الحمد لله، واشتغلت على نفسي وخدت ريسك، علشان كان صعب قوي البالانسنج ما بين ستوك والجامعه،
فالحمد لله. وفي حاجه كمان برضو يا كابتن ميدو، ان انا عارفه قد ايه الفرص صعبه قوي البنات تتواصل مع نوادي بره. فهو ستوك سيتي كان جاي مصر الصيف اللي فات، بس للاسف الكورونا وحصل الحاجات دي اتاجلت. كانوا جايين يشوفوا بنات واولاد ويدولهم فرص بره، علشان انا عارفه قد ايه الفرص بره بتبقى صعبه التواصل مع النوادي. مش لاعبين بس، اداريين يدولهم دورات، مدربين ومدربات. انا شايفه ان احنا نستاهل ده، وان هم يبصوا علينا اكتر. وفعلا الموضوع ده ان شاء الله هيحصل قريب، بس عشان الكورونا طبعا للاسف الدنيا اتاجلت. فانا حاسه ان ده هينعكس على الرياضه والكوره المصريه يعني في الاول وفي الاخر. انا حابه ان هم يجوا ان شاء الله يخوضوا التجربه، وكمان ينقلوا الخبرات للبنات والولاد والمدربين. وانا حاسه ان هي ان شاء الله هتبقى خطوه كويسه، علشان احاول على قد ما اقدر ان انا اساعد الرياضه باي حاجه او يكون ليا دور. يعني مش معنى ان انا بنت او ان انا بلعب كوره ولسه الكوره ملهاش جماهيريه قوي في مصر، ان انا ما يكونش ليا دور ان انا اتليست احاول على قد ما اقدر ان انا اساعد البنات الثانيه، المدربين، اي حد من الجيل القديم عايز يكون لسه موجود في الكوره يعني ومش لاقي فرص. ساره، عايز اقول لك ان انت لازم يبقى ليكي دور كبير جدا في ان انت زي ما انت بتحاولي تعملي دلوقتي، ان انت تشجعي البنات ان هم يسافروا، ان انت توري كل البنات ايه هي انسب طريقه واحسن طريقه ان هم يسافروا بيها واحسن مكان يتواجدوا فيه. ليكي دور كبير جدا، لان انت دلوقتي بتعيشي خبرات ما اعتقدش ان في بنت في الكوره عاشتها في مصر قبل كده، او اي بنت عربيه عاشتها قبل كده. عايز اقول لك ان انت فعلا نموذج مشرف لكل بنات مصر ولكل البنات العربيات. وفعلا لازم يبقى ليكي دور كبير، خاصه ان انا عارف ان انت متواجده ومتواجده بشكل كبير على السوشيال ميديا، ان انت تعملي بحاول والله لازم لازم تستارت كامبينز، او ان انت تبداي كامبينز وتبداي حملات لتشجيع اول حاجه ان انت ان التنمر وده ممكن يحصل بالتعاون مع وزاره الرياضه. ان اول حاجه يبقى الحملات دي ان هي توقف التنمر اللي موجود ضد البنات اللي بتمارس الرياضه وبتلعب كره في مصر طبعاً. والوطن العربي طبعاً. والوطن العربي كله. تاني حاجه ان زياده عدد البنات اللي بيلعبوا في اوروبا وبيلعبوا في انجلترا وبيلعبوا في اعلى المستويات، لان زي ما انت عارفه كل شخص بيسافر وبياخد خبرات بره بيرجع بيبقى عنده مسقل كتير قوي عايز ينقل، طبعا مثقل بخبرات كبيره جدا يقدر ان هو يفيدها للاجيال اللي بعد كده ويفيدها لمصر واي مجال هو موجوده فيه. ساره، بتمنى لك التوفيق، بتمنى لك التوفيق وجود لك، وان شاء الله دايما من تالق لتالق، ومستني لك دور كبير جدا ومتوقع لك نجاح كبير جدا في المجال الاداري ان شاء الله بعد كده في مصر حتى وانت لسه بتلعبي ان شاء الله. شكرا يا كابتن ميدو، والله كان شرف ليا ان انا اتكلم معاك النهارده، وبقول هاي برضو للبنات اللي قاعده. هما بيسلموا عليكي ندى وهنا، هما الاثنين بيلعبوا، هما الاثنين بيلعبوا في نص الملعب، بس هنا بتلعب عادي نفس البوزيشن وبيشجعوا بعض، دي حاجه كويسه، روح كويسه. لا بس هما بس ان شاء الله كل التوفيق ليكم ان شاء الله، ونلعب مع بعض كمان قريب ان شاء الله. هنا كانت ذكيه لما لقيت ان ندى اجمل منها في نص الملعب فرجعت تلعب سنتر باك. ساره باي باي. حاجه حلوه يعني، حاجه جميله جدا. شايفين ان هي فخوره ازاي ان هي سافرت، وان هي خاضت تجربه لوحدها، ودلوقتي خدت سكولرشيب، ما بتدفعش حاجه بتدفع فلوس اقل في الدراسه. حاجه جميله صح؟ تحلمي ان انت في يوم في الايام تبقي زي ساره؟ طبعا اكيد. انا بتمنى لكم التوفيق، وبشكركم جدا على وجودكم معايا، وتاني باكد لكم ان انتوا لازم تبقوا اقوياء، ولازم اي حد يوجه لكم نيجاتيفيتي او اي حاجه سلبيه او اي حتى طاقه سلبيه، لازم تتعلموا ان انتوا تبقوا جامدين وتبقوا اقوياء، وان انتوا ده يخليكوا اقوى دايما في اي مجال انتوا بتشتغلوا بيه، وان شاء الله انتوا الاثنين تبقوا لعيبه كبار ان شاء الله. اشوفكم زي ساره في يوم من الايام. ان شاء الله. اشكركم على وجودكم معايا النهارده.